الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. واحنا هذا أخذ دعنا كتاب أوليه الإمام مسلم الحجاج أو لو يقال صحيح مسلم، هو كتاب في لبعض في الحديث الصحيح أركي أول مغضي الإمام البخاري كتاب فيسا الجامع الصحيح كتاب في تولاد. وحن إلهي تمرين ما سيدا أن ورسها لبين دايري سائن أن هايري سن ورسها له إن ولي ذلك والقادر عليه. وحن كهر مرينينا لبا مجلس ومتنا أوي هاي ترجمة المؤلف متنا أوي هاي كتابك وحكو صافصا مؤلف كتاب حقاً إن أخطأ قلنا وربما هي كتاب كمنهج كيسة إيوه وحيالها لحريرة إنتا كتاب كالله بلابنا وربما هي هي ترجمة لا يطب الله إنا وحالي رهدا مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاهد أبو الحسين أو القشيري نصباً النيسابور الدار والموضن ما يأيس ساس بالي رهدا وهل سوء خلافي القشيري طبعا ونسبة إلى قبيلة من قبائل العرب أو بني قشير لإلهي المركة بني قشير كما أود شيء مسي ومولوه ذا علماء سوء خلافين بعض أهل العلم وهيلينين وأود شيء ومتى أترجم هي وغيرها القشيري صليبة يعني وكمد بعض أهل العلم نوحي إليه إن القشيري مولى مولوه ذويا أما قف يو قريان ويا طلب أمعها أي مدى الستة سلاة أبتهين الإمام البخاري وفارسي ابن ماجه هو فارسي النسائي وفارسي الترمذي وأبو داود ولبا عربي من كان ولا سوء الآخر إنه عربي هي إم وهي عجمي لكن على سبيل المثال نقطة عجمي لغته هي بطن طول وعرب دولك مسلم كمهر أو تري أي أول شيء دولك إسلام كمهر تري أو قبصنا ذاتك دجان كجوبي لقدي نويقاتين دينك نويقاتين لقدي جنوا نقاتين لغة عربية دينك جنوا دينك مسلمين طائو كائنات يبغى لقديه كلا وحبرت أي كجرين لكن لقدي سائف وهي هذا اللغة العربية ضد كمسلمين ترى مرهد أي دينك قاتين كنا كلسونا دين دلال كودي بصوص صاري دلال كودي وها مغتمركا إن أي آدي آد وقال ليبانين أو أي نقدين ضد مسلمين طوراً أي أوحل هايسو أقول أي توبيهين إيغو قال سودة أي داكر تومركا إني سنهين تلاش عربيات وها أول شيء سيقول هجهي الإمام أبو عمرو بن الصلاح لوضي بقول يلحدي هجرنا عادتنا وها إهاد قفك أمركي دوسي وكسوا بحاء قرآن كأول دمائيو إسلام مركا أصبع إنو علمك طلبه مركا وهي دهن علماء علمك طلب كيسا إيا حديث كديسي سواحا أوه الرئيسي 218 سلو دأدي سؤيتها لبيه طبعا لبيه طبعا بوكب اللعبي دأدي سوء في طلب الحديث وسماعه لبيه طبعا مركا علمه إنو جوابا نوع يالزيو فوق لأرو بنونيك درسي كندكتا لكن أوضاع ذاتك كالدون وحدا أكرت ذاتك يريركا ذاتك دواوين إن يغو نسل وخليه لكن إلمها يرير ووقت قاس جوبي ذاتك واوين كبا ينايين أي سبعها وأهدد مسؤولين وحلقس وحي قيمة له اسم مسؤولي وهو مجال ليس نيسابور وحكى أخيستا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية مجالة أقود شانا وحا لإلهدان نيسابور نيسابور نوحي إهان قبل كاليرا خراسان مجال مدح ديس
gobol weyn weeyaan aad u weyn oo ka mid ah dhulalka sharqiga ah oo islaamku uu waqti hore gaaray waqtigii saxaabada. Gobol weeyaan marka Khuraasaanku afar qaybood u qaybsamo oo afartooduba ay aad u weyn yihiin ilaa ay gaaraan Siin, xuduudda gobolka Khuraasaan. Magaalo madaxdiisa waxay ahayd Naysaabuur oo ah magaaladii ku dhashay Imaam Muslim. Afartiisa qaybood culimmadu waxay dhaheen waxaa ugu mashhuursan qaybta koobaad caasimadda iyo Duus iyo Mashhad iyo Masa oo ah magaaladii Masa iyo Sarkhas. Qaybta labaad ama rubac labaad gobolka waxaa ka mid magaalooyinkii Simharaa, Buushanj, Marwa, magaaladii Axmed ibn Xambal weeye. Qaybta saddexaad ama qaybta afaraad waxaa leeyahay saddexaad waxaa ka mid magaalooyinkii Saharaa, Maalin. Qaybta afaraad waxaa ka mid Balakh, Juzjan, Taalaqaan. Gobolkaas marka aada u weynaa hadda waxaa qaybsada afar dowladood: Iiraan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Afartaas baa wadaagay. Caasimadiina waxaa helay Iiraan, waa magaaladii Muslim, wuxuuna gobolkaas ahaa gobolka markii gobollada muslimiinta oo dhan la fiiriyo ugu aqoonta badan. Dhinac kasta markii la fiiriyo, ama sunno ama xadiid ama tafsiir ama luqo, laakiin hadda waa isbedeshay, waa bilaad raafidiya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga arrimaha bedbedela lixikmatin yaclamuhaa. Meel awal bilaad sunna ahayd baa bilaad raafida noqonaysa bilaad ahli bidac, meel awal hore bilaad ahli bidac ahayd baa kadib isu bedelaysa bilaad ahli sunna. Ilaahay baana arrimaha bedbedela. Kadib sida ay caadadu ahayd wadamada muslimiinta dadka u dhashay niyadooda waxay ku soo jeeday xarameynka. Qofka marka ihtimaamkiisa waxa uu ahay gobolladaas ama wadamadaas u dhashay xarameynka inuu tago, laakiin hadda ihtimaamaadka dadka gobolkood magaalooyin kale baa ku jirta oo waxaa dhici karta qofka isagoo xaramkii tegin inuu Hindiya tago ama Pakistan uu tago. Ihtimaam soo baxa waaye awal hore muslimiinta aysan aqoon oo muslim waxaa ku sajilan inuu tago bilaad alxarameyn, xajha u tago ama cibaadaha u tago ama cilmi dalabha u tago. Xajku usoo aragta marka sanadka 20 markuu gaaray ama 19, waa dhowr iyo toban sano weli jira. Maka ayuu wuxuu kula kulmay marka mashaaikh Maka waxaa loo soo aadi jiray xajka iyo culimmada xajka soo aada ama xarameynka degan waxa laga faa'iidaystay. Maka wuxuu kula kulmay marka mashaaikh ay ka mid yihiin ama ay ugu da'wan yihiin Cabdullaahi ibnu Maslamata Alqacnabi oo ah shiikhiisa ugu weyn, ugu da'da weyn, oo ah Ardali Maalik ibnu Anas. Culimmadiisa marka dhammaan ninkaasa ugu da'weyn culimmadiisa ama mashaaikhdiisu waxay yihiin taabicu taabici taabiciin ama taba'u al-atba', laakiin Cabdullaahi ibnu Maslamata kaliya wuxuu ka yahay taabicu taabiciin, oo nin taabici ah ayuu la kulmay Cabdullaahi ibnu Maslamata Al-Qacnabi oo la yidhaah Salaamatu ibnu Wardaan. Ninkaas marka yaa taabici ah isagana ninkaas buu Cabdullaahi ibnu Maslamata la kulmay. Marka Muslim ninkan uu wax ka akhrisay oo Cabdullaahi ibnu Maslamata mashaaikhdiisu ugu da'wan yahay, uu dabaqo sarreeya oo waa taabicu taabiciin, mashaaikhdiisa kana waa taba'u al-atba'. Laakiin ninkaas Salaamatu ibnu Wardaan haddii uu wax ka wari lahaa dariiqiisa, axaadiistiisu waxay noqon lahayd axaadiis thulaafiya, maadaama uu yahay Salaamatu ibnu Wardaan taabici, Cabdullaahi ibnu Maslamatana uu sheekh Muslim yahay. Idan taabiciga waxaa ku xiga saxaabi
marka haddii uu dariiq cabdillaahi min maslamata can salamata bni wardaan an axad asaxaaba hadduu wax ka wari lahaa muslim asaaniid sulaafiyaad ahaa kitaabkiisa ku jiri lahayd, laakiin axaadiistiisa ama asaaniiddiisa sulaafiyaad laguma arko. waxaa ugu sarrayda rubaaciya oo ah isaga iyo nebiga oo afar qofood u dhaxayd. sababtuna waxa weeye dahee ninkan salamat bin wardaan aan shardigiisa waafaqsanayn ama xoogaa dacfi uu ku tuhmaayey, sidaa daraaddeeda marka cabdillaahi bin maslamata can salamata bni wardaan waxkana uusan warin. kadib culumo kale ayuu la kulmay. marka axaadiidtiisa laguma arko sulaafiyaad, laakiin ardadiisa qayb ka mid ah ayaa sulaafiyaad leh. tilmidi oo kale masalan, hal xadiid oo sulaafiyaad ah uu leeyahay waana ardagii muslim tirmidi, laakiin dariiq haluu maray oo aan dariiqaas ahayn salamat bin wardaan. marka isagu sulaafiyaad ma laha, laakiin ardagiisa oo ah tirmidi baa sulaafiyaad leh, oo hal xadiid oo saddex ka kooban huwaadiisi uu leeyahay tirmidi oo jaamiciisa ku dhex taala. kadib kuufa ayuu tegey, mashaa'ikh kuufa joogtay uu wax ka akhristay, cumar bin xafs bin qiyaas iyo waxa kaleeto. kadib magaaladiisu ku laabtay naysaabuur. shan sano kadib ayuu misale raxlo kala galay. raxladiisu marka way dheereed markaas. dhul badan oo muslimiinta waqtigaas ay u arkahayeen inay tahay dhul cilmiyeed ayuu maray, baqdaad, kuufa, basra, shaam, shaamna waa isku haystaa inuu shaam tegayo, in kale masar, xarameynka, intaas isu maray. kadib culamo badan buu wax ka dhegaystay. markuu kitaabka alifahaya, marka qayb ka mid a culammadu wax ka akhristay ayuu gaar ahaaneed wax uga soo qaatay oo uu saxiixiisa u doortay inuu wax uga wariyo. ee dadka wax ka akhristo dhan ma aha dadka uu saxiixiisa wax uga wariyo, laakiin qayb mucayan uu ka doortay. qaybtaas waa isku khilaafeen tiradeeda. sakhay wuxuu leeyahay waa 217 sheekh ayuu saxiixiisa wax uga wariyay. dahad wuxuu leeyahay waa 220. nimankan dabcada u dambeeyey oo fi saxiixi muslim la daabaco soo saaray oo daari tacsiin baar layra ay soo saartay oo si wanaagsan uga shaqeeyey xadiid xadiidna isu kor taagay, waxay dhaheen ragga uu wax kaga wariyo saxiixiisa waa 225, iyagaana waaqica u dhow. xadiid xadiis bay u kor istaageen, raqamhanan bay u tiriyeen, waxay noqdeen 225 sheekh ayuu saxiixiisa wax uga wariyaa. mashaa'ikhdiisa waxaa ugu weyn alimaam axmed bin xambal, walimaam albukhaari, walimaam isxaaq bin raabuya, yaa culammadiisa ugu waaweyn wax ka akhristay oo uu wax ka faa'iidaystay. ardadiisana way badan yihiin. ardadiisana afar ayaa ugu mashhuursan kitaabka ka warisay saxiixa. culammada aada bay u ammaaneen, cilmi iyo fadli bay ku ammaaneen, ilaa uu yidhaahday abu yacla alkhaliili ashharu min an tudkara fadaa'iluhu, wuxuu ka shuhro badan yahay in fadaa'ishiisa laga warramo, waa ka mashhuursan yahay intaas. sheekhiisa isxaaq bin raabuya ayaa wuxuu ku yidhi, intuu fiiriyo wuxuu ku yidhi hada alfaarisi ah tarjamadiisuna ay tahay ayu rajulun yakunu hada, ninkoo noqon doonaa ninka isagana faaris bulbaad uu jiray, yani isxaaq wuq carabiyana waa yaqiin. saaxiibkiisa layr axmed ibnu salam ayaa wuxuu yidhi ra'aytu abaa zurcata wa abaa xaatim yuqadimaani musliman fii macrifati asaxiix calaa mashaayikhi casrihima. wuxuu axmed ibnu salama waxaan arku leh abu zurca iyo abu xaatim oo muslim u hormarinhaya xadiidka saxiixa macrifadiisa oo ka hormarinaya culammadii waqtigiisii joogtay. abubakar aljaaruudi layra wuxuu leeyahay xadaanaa muslimun wa kaana min awciyati alcilmi,
ورفع علمه وكمله. الإمام أبو عمرو بن سلام إليه قد كان له رحمه الله وإيانا في علم الحديث مرباء يعني قد سكت علمه يوقلها في علم الحديث لا يفضله فأوسك فضل بدنين وآخرون يفضلونه إيكو وكلا تؤساك فضل بدنين فرفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم إلهي وقرؤوا قالوا ليه كتاب كيسا صحيحة ما شحدوا حريهم بو قرؤوا قالوا هل باتوا جارسين وصار إماما حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وهنا نقضى إمام حجة أول رب الله حديث كامركي لقى وهمها يؤسك هذا الكيسا لغنى ختمه لنسوا عليه في علم الحديث وغيره من العلوم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وطبعا بولي يا ايها الذين الامام مسلم قيل طبعا مطبوعا واجرا قيل مسلوبا واجرا قيلها مطبوعه كمل التمييز واه كتاب الى الاه المنفردات والوحدان واه كتاب حديث اه سونا الاسماء والقناة والطبقات واه تراجم الرواد عقيدة الإمام مسلم عقيدة سمحيها الإمام مسلم هو كمي بها من كبار أئمة الحديث من أهل السنة والجماعة يكمي كبارته تطبلا با كتب الستة أخرستة مشارب إيو أفكار كالدون نقبة لكن من فضل الله لحظة دلوما تهل منه بالألوان السبيل بل كل وضوء أئمة من أئمة السنة لما أنتوا لكن وحا أيان دماء أنك أسوه أحرسان هيا كتاب بدا اللحظة آمنك كمدا أما أيوة دان يونا نوافق سنين كتابك أحرسان هيا عقيدة دا إمام كألفك أسوه أيان دارون إمام من أئمة السنة ويان أبو عثمان الصابوني كتاب بيس عقيدة السلف أصحاب الحديث وهو كويري مفوكا وهنا هي علامات كأهل السنة الوفيين علامات كأهل السنة وخلوية قالنا ضد أهل السنة إن أئمة السنة جعله أئمة السنة نوحا كمل بوية الإمام مسلم الإمام الذهبي رحمه الله يا وفيين أكثر عن علي بن الجعدي من اللي يرى علي بن الجعدي أيوه وحبدا كوري مسلم ومشايخ ليس كمل لكنه ما روى عنه في الصحيح شيئا لكن صحيح وحبوب نوره علي بن الجعد متى مكي بن عبدان اللي يرادو أرض ليس كمل مسلم أيها ربو كله إن كان علي بن الجعد محاد حقوق وريه ويسيبه متى سوه كان ثقة من ثقاه وهذا ولكنه كان جهميا لكن جهمه أهل حديث نوى يقيني حديث نوى على أخي سنة ثقة نوى يهبوية لكن كان جهميا وحبك نوى طيب ماذا تجيس الثقية يعني؟ وهو ليها كتاب لي رهضة الانتفاع بجلود السباع مقار هذا حيوانات مفترس كامتي إلا الدرب ضيور إنه انتفاع كارو أي كتاب كألف كتاب هذا مجرم مركزه وهو كوه رمي نمن طعنيي قول أوليها الشافعي مركزه بيت كاس أخري انتو كان نمن طعنيي شافعي بيت على وهوي هاي ورب عياب له منظر مشتمل الثوب على العين بغنا انت وحابين يسا شكل جوزنا وفي عيني هاي لكن مرد عيب هو سنتهي بغنا مرتاد بوشاف ويني وهو قالوا لي هاي كتاب كألف في الرد على محمد بن نصر المروزي
labadaas kastaaba wuxuu ku ammaanay shaafici waxa uuna yidhi min alaa'ima aladiina yurjacu ilayhim fi lxadiidi wa fi ljarxi waltacdiil a'imada wuxuu ka mid yahay shaafici buu yidhi loola laabto xadiidka iyo jarxiga tacdiilkaba uu ka mid yahay sidaa daradeed marka culamaau shaafici waxay dhaheen shaafici waayo fii dabaqaati shaaficiya ayayna u tarjumeen calaa annahu shaafici xanaabiladana waxay dhaheen xambali waaye fii kutub alxanaabila taraajumteeda ayay uu tarjumin sida ibnu abi yacla alfara fii dabaqaati alxanaabila waxaana jira bay dhaheen wuxuu leeyahay su-aalaad uu weydiiyey axmed bnu xambal oo macruuf ah maadaama uu su-aalaad weydiiyey idan waa xambali bay dhahen laakiin waxaa la weydiiyey sheekh lislaam ibnu taymiya waxaa lagu yidhi hal ilbukhaariyu wa muslimu wa abu daawuud tirmidi wاnasaa'i wabnu maaja waabu daawuud aلطayaalisi wاldaarimi wاlbazaar wاldaar qudni wاlbayhaqi wabnu khuzayma waabu yacla almawsili hal kaana haa-ulaai mujtahidiin lam yuqalidu axada min alaa'imati am kaanuu muqalidiin intaas ay tiriyeen waa dadka u aqoonta badan xadiiska oo mashaahiirta ah waxaa lagu yidhi marka nimankaa mujtahidiin mayay ahaayeen aan qofna takliidsan mise muqalidiin bay ahayen wahal kaana min haa-ulaai axadu yantasibu ilaa madhabi abi xaniifa maadaama madhabu lmuxadithiin uu ahaa madhabu alahar madhabu alxanafiyana uu ahaa madhabu ahli ra'yi intaas aan soo sheegna mid ka mida oo u nisba sheegta madhab abi xaniifa ma jiraa baa lagu yidhi wuxuu ku jawaabay marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ama albukhaari وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد الله سبحانه وتعالى إمام حق فقه ومن أهل الاجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء qof ay muqallid u yihiinna lama arko lagu tiri karo oo la dhihi karo waa shaaficiyiin ama waa xambaliyiin walaa hum min alaa'imati almujtahidiina cala alidlaaq a'imada mujtahidiinta ah ijtihaadka mutlaqaana ka mid maaho bal hum yamiiluuna ilaa qowli a'imati alxadiid laakiin waxay aada ugu leexdaan a'imada xadiidka qowlkooda qadiiman oo iyaga ka horreeyay kashaafici wa axmed وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة أها كم إذا قبل سجارة هنيد أوحران بعض الأئمة كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبل يعني سؤالات فقهية أبو ليه هذا وليه سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق كأبي حنيفة وثوري وحينا أبنيه بير ميل كودو مذاهب أهل الحجاز سيدا مالك يوحى لمضى وأي كجا ميل بنيه مذاهب أهل العراق سيدا أبو حنيفة يثوري سخاوه له في قنية المحتاج والظاهر أنه رحمه الله كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد بل يسلك الاختيار هذا كاس كوبا يري سيظاهر كما هو يعني طريقة أئمة ومن أهل الآثار يكمل يهي وأه تقليد الآن وهو مرامر كان مسالك الاختيار يعني سيدا مذاهب أهل السنة أم أهل الحديث كأيوكال حب بنيهين المسائشي سأقوى الدورتا قال ومن من قال سخيب على الكسيوة وهلية ومن من قال إنه على مذهب أهل الحديث وليس بمقلد لواحد بعينه من العلماء ولا هو من الأئمة المجتهدين على الإطلاق التقي بن تيمية رحمهما الله وإيانا سخاوي انفتاح باكو جرى قبل كودة ابن تيمية مقلان ميقا كوكا عاية
لكن أسأله ليه ذلك كوه مارن كاس أو يري مذاهب أهل الحديث بين دارتين مقلب شخص معين أمأها أئمة المجتهدين تانا كمد معها وها كمد بويرة التقي بن تيمية رحمه الله. كذب قريبيسي وهؤلاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح كان لموته سبب غريب نشأ من غمرة فكرية جريدي صاحب سبب أهل سبب غريبة كذا شيء ضبالتان فكري يعني أرهن با أد أدبالي وأد أهري وأد أفكري أرهن جاسبا سبب أنه جريدي سنة كسوف كوري أبو عمرو بن الصلاح عن أحمد بن سلمة قال عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة إمام بواحد هن مذاكرة سمينينا حديث بن سويدينينا مارك حديث بالله حديث بأقوة فانصرف إلى منزله قرق سؤال مرك فالمستب ضارتي قلب قلب قال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت قفنيون قرق إيسو قرق قفك مركة بحث كجرة بحثك أصاليبتي سوحا كميدة إنو إسكا إلى اليو تشويش إنتي بحثك ورد هذي هل كان تليفن ديكاتو مثلا هل كان ديكاتو ضررو واقبت ضررو واقبت إيه مستحوى الكجرة وقربولها قرق إيسو قرق مركة سوحا الوير دنبيل تمر أهياء نبسيي مقصينا مركز سوير كان فينوستي ودارتي تمرتين أكتي سودك هل حبو الله صابحي وغلوقي وعلقي حديثك وبارها يا كتابي دي سوردان وربعين وربربر شاملة لك لك لسي يوم الله لكن شاملة عليك سوء فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة انت ورغعي ورقبها كتبتي ساترى كبرتي تمرتين واو هنا هيا مرا اسكوها هيا فأصبح وقد فني التمر دنبيش ينبو دني ورسم هيا فأصبح وقد فني التمر ووجد تمر تمرتين واو لما تي حديثين واحد قال الحاكم زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات هلا مركانين ثقاه يجور رمي حاكم بأرنجاس أبوري نثقاه يجور رمي إن هو أرنجاس لجهة لي لا نقدم طيب مالن أي أحد طهي قالت تيرين مالن اسمين تنوال دوبي يرو أي شن كهر تهجب سنة 261 بعد سنة أي تهشن يقوم تنجب فكرة قفك عاد وينات قال لكن كان مرمر إن قفك باوع جارسي ذا عذر جارسي ذا أما الدل أي جارسي أنا كاسنا شوائد بولي مثال وقال وري أبو تمام الشاعر منك اللي يراده أبو تمام الشاعر شاعر العباسي وهو أماني أحمد من المعتصم من اللي يراده وعني خليفة أورد علي أصابنا ولي العهد يعني مجلس أكو أمانة ينوحى جوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي أو تخترع أبو حاتم مكة أكو أمانة أحمد بن المعتصم وخوير إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس انت أصبح أمان عمر بن معدي كريب وهي عربت أسلم تجيس النمو وهو يرمرك أن كان جيس إنما لم يكن سوق في سماحة حاتم الطائي عربوها أسلم تيديق سنمو حقا ديق سنمو لم يكن سوق قبا في حلم أحنف من قيس أي عربنا الدوقات أسلم تي حقا الدوقات كان لم يكن سوق المدهوي في ذكاء إياس
iyaas ibnu mucaawiya nin la yidhaahdo ayaa maskax carab u sallimtay iyo dakaa, ninkaasna dakaaga uu kala mid yuhuudi, intaas uu ritay. Marka boqorada waa la ammaanaa, shucaradana boqoraday ammaanaan, xoogaa dhaqaalana waa ka helaa. Markaasuu kindi wuxuu ku yidhi dhagarree weeyaan marka taxtar ah, maa sanacta shay-an shabahta ibna amiir almu'miniin wa waliya cahdi lmuslimiina bisacaaliki alcarab, ammaantaadu wax qiima ma lahu, yidhi waxbamaadan samayn. Ibna amiir almu'miniin iyo waliya cahdi lmuslimiina waxaa ku shabahday u yidhi sacaaliki alcarab, carabta kuwooda fuqarada ah oo aan qiimaha lahayn. wman haulaai ladiina dakarta, ku aad sheegtay maxay qiimahu leeyihiin, wamaa qadruhum, wuxuu sharafkoodu yahay kuwa aad sheegtay. faadalqabu tamaam yasiiran, aad u fikirin daqaa'iq fikirahu galay oo shadiid ah jiddan. markaasuu laba beed oo kale ku dar, wuxuu yidhi laa tunkiruu bardii lahu man duunahu masalan شرودا في الندى والباس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. تواس بيد قد ضري انتو اكو فكري ولي بوحا إليه اندها جديتي ها انكرين اقول لي هاي ضربي له مثلا من كان انا مثلا اعديي واندتك اكيي dadkaasuna ay ka hooseeyaan. laa tunkiruu darbii lahu man duunahu masalan, yacnii nin ka hooseeya asaga inaan masal uga dhigo ha inkirina buu yidhi. masalan sharuudan, weliba masalkaasuna waa masal fog buu yidhi, oo xagga deeqsinimada iyo geesinimada ku fog. faallaahu qad daraba alaqala linuur, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku cadeeyo masal uga dhiga nuurkiisa min almishkaati wannibraas, saynus buu nuurkiisa masal uga dhigay. xagee ku jirtaa? allahu nuuru samaawaati walardi mathalu nuurihi ka mishkaatin. kindi markuu bannaan kuu baxa wuxuu yidhi ninkan qaliilu lcumri liannahu yanxatu min qalbihi wasayamuutu qariiban, saasuu la rabay intuu mushkilad ku abuuray uu aad ula fekeray oo indhihii la gaduuteen ayuu markuu labadaas bay daba dhigay u aamusay. kadib wuxuu yidhi bannaanka intuu ubax wuxuu yidhi ninkan waa da' yaraan doonaa, qalbigiisa ayuu wax adag geliyey oo qalbigiisu ka jarahayaa qasiidooyinkiisa, waqti dhowna waa dhiman doona sidayna waqti islamarkiiba waqti gaaban buu ku dhimay. درسنا كحلو بري وهكذا كاين دورنا كتاب صحيح مسلم تجدنا